مساء الخير ومرحبا بكم في آخر عدد لبرنامجنا تونسنا اليوم لهذا الأسبوع بتاريخ 28 فيفري 2014. اليوم زعما شعلنا من مواضيع، نحكيه على زوز مواضيع. موضوع لولاني نرجع على تصريح إذاعي للخبير الاقتصادي مراد حطاب اللي مرة أخرى يخرج تصريح خطير يتعلق بالإرهاب، ولكن الإرهاب اللي يتحدث عليه المرة هذه هو يقول داخل الإدارة. مراد يحكي على تعيينات وتسميات يقف وراها أعضاء منتمين لروابط حماية الثورة في الإدارات التونسية. تفاصيل الدقيقة لهذا الموضوع نعرفها مع نفس الشخص سي مراد حطاب اللي كما قلت هو أعطى التصريح هذا في الجزء الثاني من تونسنا اليوم. أما موضوعنا الأولاني فنرجع طبعا على موضوع أثار حافظة التوانس الكل، ما هوش خبر باي، هو الزيادة في ارتفاع مادة ارتفاع أو الترفيع في ثمن الطماطم. الطماطم زادت يا توانسة الحكة بوكيلو، معناها الواحد كيلوغرام، كانت 1890 سومها ولا 2050 مرة واحدة، وهذا يرجع لقرار دفع أو رفع الدعم عن مادة الطماطم في 25 ديسمبر 2013. بالتالي إذا نفهمه مليح فأنه ممكن في قادم الأيام فما مواد أخرى قد تعرف نفس هذا المصير، أي الترفيع في الأثمان متاحة. موضوع هذا نحكيه فيه مع سي أكرم الباروني مكلف بشؤون القانونية لمنظمة الدفاع عن المستهلك. مساء الخير ومرحبا بك سي أكرم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. تحية إلى سفيان بن حميدة. مساء الخير سفيان، في فورمة؟ الحمد لله، الحمد لله كالعادة. جمال من غير ما نسلك تبارك الله عليك، خلاني سفيان، خلاني سفيان. لا سفيان باهي خليك، ولا بتعرض للقمع يا والله. والبارح قعدت مع باعه القناه ما عرفش شنو تامر عليا، البارح قعدت في تركينا مع باعه القناه ما عرفش شنو يصير. ايش طول شويه وقت نعرفه، تو متخلق انا من البارح. لا لا يا جمال ما يتخبى شيء. على كل تحيه متجدده لكل من يشاهد فينا. دونك باش نحكيو على الترفيع في ثمن ماده الطماطم، نشوفوا هذا التقرير وشنو قالت منظمه الدفاع عن المستهلك، وبعد نقص ربي إن شاء الله ونبدأ حديثنا في هذا الموضوع. تفضل. أسبوع واحد هي المهلة التي حددتها منظمة الدفاع عن المستهلك لوزارة التجارة وصناعيين لمراجعة تسعيرة مادة الطماطم المعلبة قبل أن تبدأ في تفعيل القرارات التي أعلنت عنها اليوم خلال ندوة صحفية أبرزها مقاطعة المنتوج ورفع قضية ضد وزيرة التجارة. تدعو إلى مقاطعة المطمعجونة في صورة ما إذا لم تتراجع التجارة والصناعيين إلى إعادة تسعير قديمة. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية ستقدم قضية بوزارة التجارة لاتخاذ قرار أحادي بالطريقة هذه. ندعو إلى مجلس المنافسة باش نشوفوا كيفاش أنت 20 معمل في تونس أو 18 ماركة تباع بنفس السعر، مش معقول. وزارة التجارة والصناعيين أنا أقول متفقين من اللي عملوها ديروا 98 وبعد قال لهم أركح شوية ونزيدوها. وقت رجحت الدنيا وجات الحكومه هذه المستقله التكنوقراط، هما لقوا الفرصه باش يزيدوا السعر هذايا معنا، وبالتالي راهي النيه مبيته، بيت عندها 3 شهور ولا 4 شهور ومش جديده. وفي اتصالنا بوزاره التجاره اكد لنا المكلف بالاعلام محمد علي الفرشيشي ان هذا الاجراء جاء في اطار الحفاظ على منظومه الانتاج لبناء اقتصاد سليم. في تونس اليوم ماناش في حاجه لتصعيد بقدر ما انا في حاجه ان نخدمه باش نرجعوا للمستوى نتاعنا ونحافظوا على منظومه الانتاج نتاعنا. هذا لازم يعرفوا المستهلك التونسي، وانه كيف نقبلوا احنا 2050 راهو حفاظا على المنظومه نتاع الانتاج. كانك تحب تبني اقتصاد سليم وتتحكم في الاسعار لازم تكون عندك ماكينه نتاع انتاج لبس عليها، وماكينه نتاع انتاج تخدم في ظروف مريحه، لانه كيف حبينا نجيبوا طماطم من برا نلقاو السعر نتاعها باش يتباع للعموم ما بين 2800 و3 دينارات. هذا نقولوه للاعلام مش للتباهي، لانه التوريد هو ابغض الحلول بالنسبه لنا نحن. وفي خضم هذا التداخل والتبريرات يبقى المواطن هو المتضرر الاول والوحيد من هذه القرارات. ياسر غالي الطماطم بصراحه، فما ناس ما عادش نجم توصل لها، وهي معناتها الحاجه الاساسيه في الاكله التونسيه. نشريو بالزاز زغتي، نجيبش احنا ما نطيبوش طنجره، نطيبوها ملزوزينه كهو. شي قوي بنيتهم، نرقدوا الفز ونلقاو الدنيا غليت، ما عاد حد شيء، ما نقدروا على حد شيء. شنو وليو الماكله الكل زعره. غاليه الطماطم. سيبغي غاليه ومواد اساسيه، مش حتى معناها حاجه كيما نقولوا احنا مش اساسيه ولا حاجه. إذن سي أكرم، الزيادة هذه في مادة الطماطم في الحقيقة ما هيش الأولى، تقريب آخر ترفيع صار في شهر أوت 2013
فما زيادة ثانية لكن جديد، وأنه الزيادة هذه ما كانتش كما نقولوا نحن مقنة بوقت فترة زمنية معينة أو بمقاييس ممكن للسوق، ولكن كي نقراو يقول لك هذا في إطار رفع الدعم بقرار كان اتخذ في 25 ديسمبر 2013. بعبارة أخرى ونوفى سؤالي سي أكرم، وأنه مادة الطماطم السوم متاعها نقولوا نحن تحرر. والله هي وزارة التجارة أحيانا تقول أنه المنتوج تاع الطماطم المعلبة تحرر، وأحيانا أخرى تبررت الترفيه هذا تقول للمحافظة على مسالك التوزيع أو الإنتاج كما ذكر في التقرير. لكن نحب نذكر وأنه بالفعل في شهر أوت صار ترفيع وبموجب قرار عن السيد وزير التجارة السابق، وإحنا كمنظمة دفاع المستهلك قمنا بالطعن في القرار هذا، والآن هو منشور لدى المحكمة الإدارية. بقى القضاء ربما ياخذ طول ياخذ وقت، احنا في انتظار انه يصدر حكم، واذا به نتفاجئوا اليوم في الاسبوع هذا يقع اتخاذ قرار اخر بالترفيع. ما فهمناش هل انه ترفيع من اجل رفع الدعم ام انه كما قلت معناها من اجل المحافظه على منظومه الانتاج. اللي نحب ناكدوا اذا كان فما رفع دعم فانه المفروض، وانه اذا كان عندنا قرابه 20 ماركه على في الجمهوريه التونسيه، وانه يقع فما هناك اسعار ما بين 18% ما بين 19% ما بين 2000. لكن احنا اللي شفناه اليوم في كامل تراب الجمهوريه في جميع المساحات عند لدى جميع التجار، وانه سعر الطماطم هذا ب 2050 ملي. معناها يبدو لي وانه من جهه تقول الوزاره، يبدو لي وزارة التجارة من جهة تقول راه وقع تحرير، وبالتالي فما منافسة ما بين، المفروض تكون فما منافسة ما بين المصانع، وبالتالي فما أسعار مختلفة. ومن جهة أخرى تقول لا راه ما بقاش تحرير وهاو ضبطناه ب 2050 ملي. هذا ماهوش لليوم ما خرجش بلاغ رسمي من وزارة التجارة باش تسرنا الموضوع هذا. مع العلم نحب نضيف لك وأنه وقت اللي احنا رفعنا قضية لدى المحكمة الإدارية، الجواب تاع وزارة التجارة في حينها تقول أنه 1890، لأنه سومة كان 1890، وتقول وزارة التجارة وأنه الدولة تدعم 50 ملي في حقة طماطم ب 800 غرام، هي نحن نقولوا بكيلو لكن هي ب 800 غرام، تقول أنه الدعم هو 50 ملي، معناها الدولة تتكفل ب 50 ملي في الساحة على الحقة الواحدة. لكن اليوم إذا كان تقول لي رفعت أنا الدعم، مش معناتها معناها 1890 نزيدوا 50 ملي نلقاوها 1940، في حين معناها على مستوى الواقع اليوم نلقاوها ب 2050 ملي. هذا كما قلت احنا في مرحلة أولى قمنا بقضية لدى المحكمة الإدارية. خلينا نقعدوا طو في السوم علاش زاد نسمعوا سفيان ولا جمال قبل مثال. يسيب باش نحكي لك انكدوت معناتها عندنا في الحومه نتاعنا، انا ولد حومه شعبيه معناتها، عندنا صاحبنا كل يوم يسال امه يقول لها شنو العشاء، تقول له كيف كذابه مقرونه كذابه در شنو كذابه، يقول لها قداش تصدق الماكله نتاعنا معناتها بلاش الحم في الوضعيه هذه. معناتها تو السؤال الجديد باش يجي وقتاش تحمر الماكله نتاعنا، وبالتالي فانه المواطن التونسي اللي يمر بوضعيه صعيبه ياسر، خاصه الطبقه الوسطى والطبقه الاقل من الوسطى الطبقه الفقيره، معناتها ما عادش قادره حتى باش طيب عش. وبالتالي فانه النصائح نتاع البنك الدولي هذا الكل داخل في نصائح البنك الدولي، احنا الان بين كماشه البنك الدولي هو من يقرر، لانه ظروفنا الاقتصاديه وضعنا الاقتصادي تحت رحمه البنك الدولي. وبالتالي فانه للاسف الشديد معناتها باش نبشر التوانسه باش ننظر التوانسه كونوا ينتظروا زيادات اخرى، زيادات باش تتواصل الزيادات هذيا للاسف الشديد، وانه معناتها المواد اللي ممكن السوم تاعها يرتفع باش ترتفع عده مواد غذائيه، لانه الوضع الاقتصادي صعب للغايه. ونتوقع انه السيد مهدي جمعه اللي باش يلتقي غدويكا الاحزاب المعارضه الممثله في البرلمان باش يكشف لها على الوضعيه الاقتصاديه والوضع الصعب قربي البلاد، ونهار الاثنين ممكن عنده مداخله والا ندوه صحفيه والا حوار تلفزيوني، مازال ما تحددش كيفاش المداخله بتاعه باش تكون، مازال بين ثلاثه خيارات معناتها باش يحكي على الوضع الاقتصادي الصعب. وبالتالي فانه معناتها الوضع هذايا ديما معناتها دافع معناتها المواطن البسيط، المواطن اللي نسميه انا مهدود الدخل، هو باش يدفع ضريبه نصائح البنك الدولي باش تتواصل العمليه هذه، مش بسيقف عند حدود الطماطم، خاصه الطماطم الناس تحكي على الطماطم، احنا دوله فلاحيه، دوله فلاحيه احنا، معناتها انتاج الطماطم معناتها بشكل معناتها وصلنا نصدره في الطماطم معناتها بشكل كبير برشا. ما فهمتش علاش الزياده هذه اللي معناتها الزيادات في الحليب المواد الاساسيه الغذائيه الاساسيه للمواطن التونسي معناتها قاعده تتمس، هي القاعده تتمس. هذا خطير برشا وباش ياثر حتى على وضعه الصحي، باش نسوردوا اكثر دواء
واكثر معناتها مصاريف اخرى معناتها اللي باش نمروا بصعوبات صحيه كبيره برشا. معلومه جمال، وانه تونس تحتل المركز التاسع في انتاج الطماطم المعلبه. هذه معناتها مش مفهوم علاش الزياده في الطماطم هذه نحبوا نفهموها. يقولوا معناتها ترشيد مسالك التوزيع، المواطن التونسي ما يفهمهاش راهو، يفهم حاجه داخل يده في المكتوب باش يخلص حكه الطماطم اللي فيها غش راهو، يقول حكه طماطم بوكيلو ننصح توانسه باش يثبت في الحكه راهو، راهو ما عندناش ثقافه استهلاكيه راهو، ثبتوا في الحقوق اللي تشريوهم وفي البكوات اللي تشريوهم، اقراهم تاريخ الانتاج وتاريخ التعليب وقداش الميزان نتاعهم. يقول لك ثم بروموسيون في كذا، راهو نقص في الميزان راهو مش واحد، فهمتني؟ معناها ثقافه استهلاكيه، وهذا دور منظمه الدفاع عن المستهلك، نشر الثقافه الاستهلاكيه عند المواطن التونسي. ناقص في الموضوع هذا كله الدكتور حكيم باش يحكي لنا على مضار الطماطم في الغذاء. واضح جميل، على كل شكر الزميل رئيس التحرير محمد علي برجاب على المعلومه هذه. دونك زدنا ثبتناها مع سي اكرم، دونك تونس تحتل المركز التاسع في انتاج الطماطم المعلبه عالميا. نعم. كان جينا معناها 20 ولا 25 شنو يكون سومه الطماطم؟ تفضل سفيان. هو ساعة القرار نتاع ترفيع ولا رفع الدعم على الطماطم كونسنتري ماهوش تخداج مع هذه، هيك نراو تحضير ليه ماهوش يلزم وقت. دونك تخذا وفات تحضير ليه في الحكومه السابقه مع الوزير نحت. شنو ما يعني؟ يعني القرار هذايا هو قطعه الصابون الاخرى اللي خلاها قبل ما يخرج الوزير التجاره السابق للوزيره نتاع التجاره الجايه، وبتجربه نتاعهم المتواضعه في السياسه زلقت فيها طول، تعدت فيها طول، وتتحسب عليها راهو. معناها تتحسب عليها على غالب في السياسه كيكا الامور. التحرير السعر ورفع الدعم معناها من المفروض انه يترفع الدعم ذراعك يا وكيل، معناها ماهيش معناها تنجم تلقى مش بيه ينجم واحد يساعده ب 18% يبيع. علاش الكلهم تفاهموا باش انه يكون 2050؟ دونك ما فماش تحرير السعر، فما اون كونيفونس، فما مؤامره على المستهلك التونسي من طرف اطراف الانتاج. هذوما الوحده خليني فيهم ما نعرفهمش انا شكون راهو. انا نعرف انه تلموا جماعه قالوا انه انا باش نضربوا المواطن التونسي في مكتوبه، لانه كان جات السعر محرر بالحق راهو بريفيرونسيال، معناها وقتها المواطن يختار حسب فما رابور كاليتي بري وفما كذا، ملاحظة أكرم مهمة برشا. أما هذه ماهوش تحرير السعر، هذه مؤامرة مورطة فيها وزارة التجارة على حساب المواطن التونسي، هكا اسمها بالضبط. والله مش المواطن التونسي العادي، المواطن التونسي البسيط والمواطن التونسي باش يطيب المقرونه الكذابه، لانه واحد يا اخي احنا زويولا اش ناكلوا؟ مقرونه كذابه، مشلوش، عجه، شكشوكه، هذو كلهم يتعملوا بالطماطم. فهمت؟ نبدلوا ماكلتنا باش فما عباد تستثرى وتستكرش، معناها حاجه مش معقوله. الشيء الاخر هو راهو الطماطم هذايا الطعم اللي عداو هنا ويشوفونا شنو التحرك نتاعنا باش نرضاو لهم ولا لا، خاطر اذا نرضاو لهم في هذا باش تجي مواد اخرى باش يغلى الزيت، على خاطر باش اليورو طلع والدينار هبط ودرا شنو والبابور تكسر وكذا. سفيان لكن يقول لك جمال هذه شروط يملي فيها البنك الدولي. إيه خلينا من البنك الدولي، احنا نحكيو توانسه في بعضنا وعندنا واحنا ما نعرفوش البنك الدولي راهو ما نعرفوش البنك الدولي، نعرفوا دولتنا. فهمت؟ اجا نحكيو في دولتنا وفي كرشنا، نبسطوها. فهمت؟ اذا الحكومه يكون عندها امر بتحرير المواد الاساسيه. يا اخي الماكرو ايكونوميك سيبنا منه. احنا نحكيو على التوانسه، نحكيو على كرش التوانسه، على مكتوب التوانسه. الماكرو ايكونوميك والتوازنات الدوليه والتوازنات هذه مشكله اخرى وتلقى فيها 70 نظريه. باهي سفيان، باهي خليني نزيدك. تفضل. في الحقيقه الطماطم المعجونه ذي شنية قيمتها نسبتها في عجز صندوق الدعم؟
تكون سياكري من حتى شيء ليه نقول لك من توا نقول لك ما هو عنده. انا عندي مراسله رسميه من وزاره التجاره يقولوا انه بالنسبه للعلبه هذه تاع 800 غرام وانه الدعم الدوله تدعم فيها ب 50 ملي. هذه مراسله رسميه من وزاره التجاره. حتى شيء الور كو النقبه البير نتاع العجز صندوق الدعم جاي من دعم المحروقات في المحروقات ستادير بالمنطق بالمنطق اذا يحبوا فعلا معالجه العجز في صندوق الدعم يمشيوا للبلاصه اللي هي فيها العجز الاكبر مش يمشيوا لكرش المواطن. باهي سي اكرم سمعت جمال سمعت سامحني باش نزيدوا حاجه البنك الدولي سامحوني خلي المواطن يعرف حاجه البنك الدولي طلب في زوج حاجات معناتها رفع الدعم على الواحد وطلب التخفيض من مصاريف الحكومه الحكوميه بينما احنا نشوفوا معناتها الوزير اقل وزير عندنا عنده 5 كراب و4 كراب والمصاريف هذا ما قاموش به مشاو لحقه الطماطم ما شافش النقص معناتها عمليه تقشف في المصاريف الحكوميه هذا اللي صار راه البنك الدولي انه البنك الدولي اكل عام نصحنا نصيحه كبيره ياسر نتاع الزياده في اسعار الخبز صار ثوره في تونس في مصر وفي الاردن دونك البنك الدولي بارك الله فيه ينصح اما ردوا بالنا عن صايح نتاعو. باهي دونك سي اكرم نرجع لك باش نعطيك الوقت المتبقي هذا الكل، سمعت جمال، سمعت سفيان، لكن سؤالي انا هو انت قلت وانه الموقف نتاع وزاره التجاره ما كانش واضح، في نفس الوقت نربط مع كلام سفيان شو يقول لك؟ يقول لك وانه اذا كان هو صار رفع دونك تحرير الثمن نتاع الطماطم فانه علاش الناس الكل دونك اللي يبيعوا يقول لك تفهموا على الثمن نتاع 2050 دونك كنا نجموا نراو حكه الطماطم ب 1800 ب 2000 و 2100 دونك كلامه معقول علاش الغموض هذا في موقف وزاره التجاره؟ هو غموض ربما تجاوبك عليه وزاره التجاره لكن انا نحب نقول لك راهو اذا كان وقع بالفعل تحرير القطاع هذايا وإذا كان السوم اليوم 2050 فإنه هذا سعر غير قانوني لا لشيء كما قلت لأنه ما فماش تولي ما عادش فما منافسة وكأنه فما اتفاق ما بين المنتجين بين الصناعيين على تقاسم السوق على تحديد المؤامرة هذا يسميه التواطؤ ممنوع في القانون هذا ممنوع والقانون الدولي ممنوع لا نحب ناكد حاجة ممنوع أي كما قلت إذا كان صحيح السيناريو هذايا راهو هذايا ممنوع هذايا يمنع قانون المنافسة والأسعار اللي صدر في سنة 91 هذايا يعتبر تقاسم السوق معناها اتفاق فيما بين الصناعيين باش يحددوا سعر بطريقة أنه يسكروا المجال أمام المستهلك المواطن التونسي حتى يختار بين عديد المنتوجات على ضوء معناها النوعية وعلى ضوء السعر فالخطوة اللي احنا قلناها وإن شاء الله نهار الاثنين باش نقوم بالقضية تاعنا أمام مجلس المنافسة ضد الصناعيين كما قلت في إطار معناها منع هذا النوع من التفاهم معناها اللي يمنع القانون التونسي بالله سي أكرم باش نخليك توصل فقط أي. معناها ديما نحن نسمع منظمة الدفاع عن المستهلك عندكم شي منظمات أخرى تساندكم في المواقف نتاعنا لانه كاينوا فما جهاز رسمي دونك هي الدوله وبالتحديد وزاره التجاره وديما المنظمه الوحيده اللي نسمعها تدافع على المواطن التونسي وتتكلم بصوت المستهلك هي منظمه الدفاع عن المستهلك ممكن هنا حتى موازين القوى ماهيش متكافئه فماشي منظمات اخرى على الاقل تنجم تساندكم باش الاجراءات القانونيه اللي ناويين تقوموا بها يكون عندها ريالمون قيمه اون فالور معناها مهمة لا تقولي موازين القوى ماهيش متناسقة ما نشاطركش الرأي لا لشيء لأن منظمة الدفاع المستهلك احنا عندنا 24 مكتب جهوي على مستوى جميع الولايات وعندنا أكثر من 200 مكتب محلي على مستوى المعتمديات فانتشار المنظمة مش في العاصمة فقط في كامل تراب الجمهورية نقصد معناه تنجموا أنتم تنزلوا على وزارة التجارة باش ايامات اخرى راهو السوم نتاع الطماطم نتاع هذا اذا كان مش ننزلوا راهو باش يكون بطريقه قانونيه بطريقه كما قلت احنا تو اتجهنا في مرحله اولى للمحكمه الاداريه في الغاء القرار الاولاني تاع الزياده ايوه ناويين باش نمشيو لمجلس المنافسه مع هذا كل احنا قاعدين نضغطوا على معناها عن طريق وسائل الاعلام وربما المرحله هذه اللي قلناها في المؤتمر الصحفي اليوم وانه ربما نلتجئ الى طلب المقاطعه من طرف المستهلك التونسي وهذه معناها
اكثر حل نجم نوصلوا. هذه العمليه هذه معتمده معنا في منظمات في العالم المتقدم في العالم الالماني وصلوا تطور قطعه اللحم هذا هو. احنا كما قلت لكن لهنا هذه ربما تكون تجربه ولهنا مدى رده الفعل وتجاوب المستهلك التونسي والمواطن التونسي مع المنظمه هذا يبقى من بعد ربما نجم نقيم. باش نربط بكلامك لانه نحن علاش نقدموا التقرير وبعد نناقشوا الموضوع هذا لانه لو كان نرجعوا للتقرير هذا نستغلوا شنو جاء فيه نسمعوا شهادات من مواطنين بسطاء جمال سفيان سمعناهم يقول لك الله غالب ولا سوما ب 2050 اما نولي انا نطيب معناها من غير طماطم هذا هو. وانا متاكد اذا كان تنجح عمليه المقاطعه وانا متاكد وانه سيقع تراجع في التسعيرات هذه. قالوا لها التوقيت عملوا لها كومباني باهي قربوها قربوها للصيف باش يهبط سوم الطماطم الخضراء ويمشيوا معاكم التوانسه. احنا ما حبيناش نعلنوا عليها اليوم، قلنا خلي نعطيه فتره للمصنعين لوزاره التجاره حتى يتناقشوا حتى يشوفوا حل فيما بينهم بالتراجع على التسعيره هذه. اذا كان ما لقيناش حل كما قلت باش نلتجيوا الى المقاطعه. نحب نختم بكلمه اذا كان على شويه وقت مثالش احنا كمنظمه نخشو ما نخشاه وانه يقع الترفيه في بقيه مواد اخرى. منتوج طماطم جات في فارينا سيدي خويا في بالك منتوج لا زادت راهو الباكوات اي وانه يقع الترفيه في مواد استهلاكيه اخرى. احنا ما يخفاكمش انه منذ الثوره فما زيادات في عديد المنتوجات، لكن نحب نبسط ربما المواطن التونسي ان اكثر من 80% من المنتوجات في تونس هي حره معناها ماهيش مسعره، قرابه 10 او 15% هي المسعره، منهم الخبز منهم الفارينه منهم الطماطم. فاليوم اذا كان باش يقع الترفيع في المنتوجات هذه ال 10% هذه كما قلت هذا باش يكون عنده خطوره بمكان، خاصه وانه المنتوجات هذه هي مواد اساسيه تدخل في قفة المواطن اللي ما ينجمش يستغنى عليها. بالله سي اكرم ولهنا حتى معنا جمال سفيان اذا ذكرتي ما خانتنيش فانه الياس فخفاخ تقريبا وزير الماليه السابق كان قال وانه باش نقوموا باصلاحات بخصوص صندوق الدعم معناها علاش؟ لانه كيما الفقير كيما المتوسط كيما اللي لاباس عليه قاعد ينتفع بصندوق الدعم، نعملوا الاصلاحات الخاصه بصندوق الدعم بعد نشوفوا شنو اللي نزيدوا وشنو ما نزيدوش. سي الياس فخفاخ جمله ما كملهاش نرجع لك اكرم بعد على جمله ناقصه ما قالهاش هو يقول راهم قالوا لنا البنك الدولي هذا لازم ترجع لتقارير البنك الدولي الاخيره معناتها احنا تحت معناتها المجهر نتاع البنك الدولي الان كما قلت لك احنا في وضعيتنا الاقتصاديه ما عندناش خيارات اخرى معناتها احنا في وضعيه بالدرجه باللهجه التونسيه شرط العزم على الهجاله في وضعيه معناتها سيئه للغايه وضعنا الاقتصادي سيء للغايه ويطلب البنك الدولي حاضر سيدي وجايه كما قال لك معناتها الخشيه نتاعو هو ربما عنده معلومات ما يقول خشيه فما زيادات باش يزيد في الايام القادمه زيادات معناتها في المواد الاستهلاكيه سيد الكريم وبالتالي فانه معناتها اللي باش يدفع كما قلت لك البنك الدولي طلب اجراء عمليات تقشف على المستوى الحكومي مصاريف الحكومه والمستوى على مستوى المواد وعلى مستوى الدعم بداوا بمستوى الدعم والتقشف ما شفناش على المستوى الحكومي شوف المصاريف القاعده تصير معناتها اللي على المستوى الحكومي على مستوى رئاسه الجمهوريه زيادات معناتها كبيره ياسر في في في, في ميزانيه التصرف لكن للاسف كلمه سفيان وبعد باش نختموا مع سي اكرم انه الوضعيه الاقتصاديه صعيبه انه صندوق التعويض ولا عبء ثقيل على ميزانيه الدوله وهذا صحيح لكن كي تجي تصلح الدعم تصلح وتمشي تضرب طول المواطن البسيط اللي ما عندوش جهد هذا كلامنا ما هذه هي الحكايه هو انه موافق انك نشوفوا صندوق الدعم هذايا نحلوا نطرحوا الدوسي اما من الدنيا الكل في صندوق الدعم اللي عندك الالاف المليارات تتصرف في المحروقات تمشي تاخذ الطماطم اللي تمس الزوالي زوالي زوالي يا تمشي تضرب وغادي سير شوف دابزما ايفيون دابزما ايفيون من فرنسا في القصر 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 الرئاسي ايفيون خلينا الواحد تخليو الحاجات البسيطه الخبز الخبز بوكيلو اللي ما عادش كيلو بالكل اللي ولا 300 جرام والزيت والطماطم والسكر نخليهم للاخر هذوما نخليهم للاخر ونمشيو نتلهوا طيب مكرونه اذا احنا عندنا فعلا
نحب نخدموا المواطن هذايا اللي نهار كامل ان نحكيه باسمه واللي ناخذه في امتيازاتنا على ظهره هو كراهبنا على ظهره هو الليسانس على ظهره ساسوفي معناها من معناها على خاطر هو ما عندوش كون يتكلم عليه على خاطر ما معناها ما كانش من بعد معناها ما نتفاجئوش انه الناس تخرج لك الشارع وتقول لك بطلت ثورجية ما نحبوش في البلاد تصير ثورجية. نختموا مع سي أكرم دونك نربط بالكلام اللي قلته أنا وأنه دونك نحكيوا على إصلاحات متاع صندوق دعم وبعد نخموا في الزيادات لأنه اليوم كيما اللي يخلص مليون كيما 30 مليون يشري بنفس سوم الخبزة بنفس باكل الحليب أنسيت سويت به. نرجع الكلام زاد جمال وسفيان مهم برشا وسمعنا حتى خبراء في الاقتصاد سياسيين يقول لك الحاجة اللي كان يلزمو يعملها المهدي جمعة وما عملهاش هو مصارحة الشعب التونسي بالوضع الاقتصادي نتاعنا هذه حاجة. اثنين وكان ثم سياسة الدولة كما يحكي جمال يقول لك بنك دولي وتقشف وكذا علاش هالمصارحة هذه ما تصيرش نحسوا انه كل عادة ما زلنا نرقدوا في الليل تقوم تسمع سوق سومة طماطم هاو زيد وغدوة الله أعلم شنو ينجم يزيد. هو بالفعل احنا نفسنا تفاجئنا بالترفيع هذا كيفنا كيف أي مواطن لكن نحب نرجع للتصريح تاع وزارة التجارة تقول أنه القرار هذا تم اتخاذه منذ 25 ديسمبر تم اتخاذ القرار اليوم يقع تفعيله الحمد لله ما خذوش قرار بإعدام الشعب التونسي الوزارة القديمة باش هو ينفذوه يفعلوا الحمد لله. ثم أكثر من هذه راهو الزيادة هذه راهو ضربت قانون المنافسة والأسعار. احنا اذا كان عندنا قوانين نفتخروا بها في تونس هي قانون المنافسه معناها نفتخروا بها معناها الفائت المستهلك التونسي المواطن التونسي هي قانون المنافسه والاسعار وقانون حمايه المستهلك. اليوم بالزياده هذه يقع معناها ضرب هالمنتوج تاع الطماطم هذا اللي نص عليه قانون المنافسه والاسعار والامر معناها اللي ينظم المواد هذه فيقع اخراجه تماما معناها المنتوج هذا عن القانون. ياك خاطر معاش عندنا وقت فقط سؤالي هو دونك باش ترفعوا شكوى لمجلس المنافسه شنو نجم يصير هذا هو مجلس المنافسة هو كهيئة تعديلية كما قلت ينظر في الدعاوى اللي يتضح من خلالها وأنه هناك تقاسم للسوق كما قلت إذا كان ثبتوا أنه هناك تقاسم معناه تحديد للسعر اتفاق فيما بين المنتجين في الترفيع في السعر هذا فإنه باش يقع إلغاء القرار هذا. ياسين سامحني باش نقص عليك اللي يحكي فيه تو راهو من اكبر الجرائم في التجاره العالميه راه ممكن تمشي حتى المنظمه التجاره من اكبر الجرائم راه مجلس المنافسه كان في اكبر جرائم كان اصدر قرارات وغرم الشركات نتاع السيارات لانهم تفاهموا على السوق خاطر كان يمشيوها المنظمه تاع المستهلك يمشي المنظمات الدوليه يرفعوا القضيه الجري احنا الكلمه الاخيره احنا كما قلت احنا ما في فتره ما نحبوش نصعدوا احنا الطلب نتاعنا في اخر الندوه الصحفيه وانه طلبنا من المصنعين ووزاره التجاره باش نتحاوروا باش يتراجعوا على القرار الترفيع هذا كما قلت اذا ما تراجعوش اكرم هذا قلنا في مدة أسبوع 10 أيام إذا كان ما تراجعوش كما قلت ربما نعمل ندوة صحفية باش نطلبوا بمقاطعة المنتوج الطماطم هذا إلى حين ما نجموش نمشيو المنظمات الدولية كما يحكي جمال. والله منظمات دولية احنا عندنا منظمات كما كونسيومر انترناشونال اللي هي منظمة عالمية تحافظ على لعدم قانونية الإجراء هذا باش نوضحوا للسادة المشاهدين احنا تو ننتظروا التفسير ساعة احنا تو كما قلت وزارة التجارة ما خرجتش بلاغ تفسر فيها الترفيع هذا على ضوء ربما بعد القرار تاع وزارة التجارة نجموا احنا نتاخذوا القرار. يعطيك الصحة. احنا كما قلت نحب طلبنا من وزارة التجارة كذلك معناها لقاء جلسة عمل ربما باش نطرح عليه الموضوع هذا احنا في انتظار يعطيك الصحة أكرم الباروني مكلف بالشؤون القانونية لمنظمة الدفاع عن المستهلك على كل هذه التوضيحات في هذا الموضوع وإن شاء الله إن شاء الله ممكن تكون سابقة لو كان نسمع هو أنه وزارة التجارة تراجعت على الزيادة هذه. على كل نحكيه على موضوع آخر بعد على الإرهاب في الإدارات حسب تصريح مراد الحطاب خبير اقتصادي ولكن بعد ما نمشي مع فاصل ونرجع بعد إن شاء الله.